بسم الله الرحمن الرحيم. الكباد أو الأترج، والذي يعرف أيضا باسم الليمون الطبي والترنج، ترياق لسموم الجسم ولتنظيف الجسم من السموم. فالكباد أو الأترج، والمعروف بأنه أحد أنواع الحمضيات من الفواكه التي لم تعد تستخدم كثيرا، مع أنها من الفواكه المميزة والفريدة، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يجعلها من الفواكه الجيدة لتعزيز مناعة الجسم ومكافحة الأمراض، كما أنها مفيدة لخفض ضغط الدم وتعتبر مسكن طبيعي للآلام المختلفة، وكذلك لصحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد في موازنة مستويات الحموضة وتحسين الهضم والإمساك والقيء والغثيان. وقد استخدمت قديما في علاج دوار البحر والغثيان والقيء، وكذلك يستخدم عصير الكباد لخفض الوزن وتعزيز النشاط. ومن الفوائد المميزة والفريدة للأترج أو الكباد أنه مضاد لسموم الجسم، وقد وصفه الأطباء القدامى بأنه ترياق السموم، وينفع كما ذكر الطبيب الأنطاكي جميع السموم القاتلة. طبعا ما تستخدم هي بذور الكباد، إذ تستخدم البذور بمقدار 10 جرام، تطحن وتستخدم مع ماء فاتر لسائر السموم القاتلة بما فيها سموم العقارب. طبعا لا توجد دراسات حول ذلك، ونحتاج إلى دراسات تؤكد فعالية الأترج أو الكبات، سواء لعموم السموم أو لأنواع محددة من السموم مثل سموم العقارب والأفاعي. عموما لا ضرر من استخدام بذور الكبات أو الأترج في حال التعرض لأي نوع من أنواع السموم، خاصة سموم العقارب والأفاعي، وفي حالات التسمم الغذائي. دمتم بخير.